السلام عليكم متتبعين ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ودائما في اتم الصحه والسلامه ان شاء الله. نصلي على النبي كاملين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واحد الوصفه اتسالات لي وغادي نجددها وبغيت نشاركها معكم، ديال تبييض الاسنان وازاله الرائحه من الفم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه فانا كنديرها لولدي، ولدي السنان ديالو ضاعوا بزاف بقوه الماكله ديال الشكلاط بيمو داكشي، فدرتها ليه الحمد لله، بدا كينقص داكشي، خاص غير الدوام. دائما الوصفات الطبيعيه كيخصها الدوام، يعني دائما باش كتبان واحد النتيجه. بالنسبه لبنتي الحمد لله وانا كذلك اللهم لك الحمد، غير هي غنقول لكم الوصفه كتبان النتيجه ديالها من اول استعمال، يعني من اول مره غادي ديريها غادي يبان لك النتيجه في التبييض والنتيجه في الرائحه. غادي تحيد الرائحه من اول استعمال، غتكون عندك واحد الرائحه زوينه زوينه تحمقي عليها انت كتحسي بها. دائما الواحد كنعرفوه انه كيكون مرتاح الا كانوا سنان ضحكه زوينه بسنان بويض، والا كانت الريحه زوينه كتخرج من الفم ماشي داك الرائحه الكريهه. بنادم كيهضر هو خايف انه يشم فيه شي حاجه خايبه. المهم هنا كنهضر وبنتي كتقول لي بركه من بلا بلا زعما دخلي في الوصفه. المهم الوصفه انا غنقول لكم شنو هي، انا كنخلطها هنا، راه تسالات لي ها هي الطاسه راني ما غسلهاش، تسالات لي هاد الطويصه. ها نتوما الوصفه هنا، القياس عندنا معلقه، اي حاجه نفس المعلقه غادي تعبروا بها، معلقه صغيره من كل حاجه ومعلقه كبيره من كل حاجه، واذا درتو جوج معالق جوج معالق جوج معالق جوج معالق من كل حاجه، يعني هنايا كيبقى القياس اللي بغيتو. بحال دابا انا عندي هنا دايره ثلاثه ديال المعالق صغار ونص من هادو، ثلاثه معالق صغار ونص من كل حاجه. المهم هاد المكونات راها بسيطه وكاينه في الدار. هنا عندي ثلاثه المعالق ونص ديال القرفه، قرفه تكون مطحونه، عندي القرفه بلديه مطحونه، غزاله غزاله كتخلي واحد الرائحه كتحمق في الفم. عندي هنايا عود النوار اللي هو القرنفل مطحون، هاد القرنفل هذا كنعرفو حنا الاطباء ديال الاسنان كيستعملوه بزاف في الدونتيست، كيستعملوه بزاف الا بغيتي تمشي تحيد الضرسه او الا مشيتي تعمر الضرسه ولا تعمر سنان او لا. المهم كنعرفو ان القرنفل مهم بزاف للاسنان، ولا تحت هي زوين زوين بزاف زوين زوين والله الا بوكوس. نغني لكم ونعطيكم الوصفه شكون بحالكم. هنا عندي الزعتر مطحون، الزعتر مطحون، غادي نخلي لكم المكونات مكتوبه في صندوق الوصف وكذلك في التعليق مثبت. غنكتب لكم كل حاجه بالدارجه ديالنا حنا المغربيه، ونكتبها لكم باللغه اللي الدول العربيه باش يعرفوا المكونات شنو هي. هنا عندي الزعتر مدقوق اولا الزعتر مطحون، يكون مدقوق مزيان باش ما كيكونش حرش، دقوه في المهرز وهذا وغربلوه ولا ديروه في مولينيكس، انا طحنته في مولينيكس. هنا كل حاجه عندي منها ثلاثه ديال المعالق ونص كبار. هاد المكونات هذه كنديرها في واحد الطاسه وكنخليها، انا درت هاد القياس حتى راجلي انايا بنتي. علاش كنديرو حنايا انا وبنتي ما كنحتاجوش تبييض الاسنان الحمد لله هكاك طبيعيين، ولكن غير على الرائحه. واخا كنحكو بشتا ديال السنان كتبقى ضروري كتبقى شي حاجه ديال الماكله في السنان، تصورت تنعس وتنوض راه الماكله كتخنز في الفم، كتولي الرائحه خايبه في الفم. المهم هاد المكونات هادي كنخلطها هكا باش ملي كيبغيو يهزوا ولادي كيلقاوها مخلطه مزيان. طريقه الاستعمال، كتاخدي غير في يدك هكا، غير في يدك اللي غادي يدخل الحمام باش يغسل سنانو كياخذ واحد القياس. ها نتوما شحال شفتيو، غير راس ديال المعلقه كافيه، تقدروا ديروا غير معلقه صغيره معلقه صغيره من الحاجه. انا تندير هذا الشيء ديال الشهر والزياده. ها نتوما البنات، بنات والولاد والرجال عيالات كلشي، كناخذ واحد شويه كنديروا بحال هكا في اليد ديالي بحال هكا، نقرب لكم شويه باش تشوفوا. كناخذ الشيته ديالي بلاتي صبار، كناخذوا الشيته ديالنا. بالنسبه للدواء اللي كنحكوا به السنان ديالنا، فاي
دواء ديرو اللي نتوما كتستعملوه. ما غاديش نوريكم انا الماركه، كل مره كندير ماركه في شكل، انا اللي طاح قدامي راه كنديرو. كناخذوا الدواء ديال السنان بهذه الطريقه هذه، كنديروه في الشتاء بطبيعه الحال، تكون الشتاء فازقه شويه باش تهز لينا. وكناخذ كيف ما قلت لكم واحد الراس ديال المعلقه ديال هذا الشيء، هذا ديال هذا الخليط. كناخذ الشيتا كندير لها ها بحال هكا، بغيت تخلطوا في واحد شي طويصل صغير ولا في شي طويصه، خلطوها مع الدواء السنان بحال هكا، غير هكا كافيه. كتحكي سنانك الفوق الضروس، دخلي الشيتا لداخل وهبطي هكا الفوق، عاوتاني منين تكوني لتحت طلعي هكا هكا هكا، باش هكذا كتحيدي داك الماكله اللي كتكون بين الاسنان، خاصك بين الاصابع. مشات بالي معايا هي، خصني نمسحها. المهم هاد الوصفه هادي كناكد لك وكنضمن لك التبييض من اول استعمال، وكنضمن لك كذلك رائحه غزاله في الفم ديالك، تحيد لك الرائحه الكريهه من الفم، كيوليو سنينات غزالين والريحه فنه فنه. المهم يا ربي كنتمنى تجربوها وتخليو ليا تعليق في الفيديو وتقولوا ليا كيفاش جاتكم. انا اقسم بالله العلي العظيم الى النتيجه تتحمقني ديال هاد، واخا ما عليا بحكان كنحك، لان ملي كنمشي نعس واحد الرائحه زوينه كنحس بها في فمي، فانا اصلا كنكون مرتاحه وانا كنشم داك الرائحه. المهم بحال كليتي شي مسكه ديال القرفه، بحال كليتي داك الخليط ديال الزعتر مع القرفه مع القرنفل، كيعطيو واحد اللوغو غزال، مذاق زوين. المهم كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. بالنسبه لواحد الاخوات قالت لي شنو كديري لوجهك، فانا وجهي كنستعمل وصفات طبيعيه كنشاركها معكم. بالنسبه للصيف ضروري ضروري انك ديري ليكرون ديال الشمس، فكنت جاوبتها في التعليق قلت لها راه كندير غير ليكرون ديال الشمس، قالت لي شنو من النوع، كتبت ليها وقالت لي ما عرفتوش. فانا كنستعمل هذا انتيليوز اكس ال، هذا اللي كندير انايا. شحال هذه كانت لومبالاج في شكل، دابا راه رجعت ليه لومبالاج بهذه الطريقه هذه. المهم غير لومبالاج كيتغير وصافي. الناس ديال فاس، انا غنقول لكم واحد الدكتور صراحه كنت مشيت لعندو ديال الجلد واعر غزال، هذه مده ديال وقيله 9 سنين او 10 سنين باش كنت مشيت لعندو، كنت تحرق ليا وجهي، تحرق ليا وجهي من لهنا من لهنا من لهنايا ومن لهنا. مشيت لعندو الحمد لله، عطاني واحد الدواء في 22 يوم بان ليا المفعول ديالو. الاسم ديالو حسن بنادي، حسن بنادي الاسم ديال هاد الدكتور ديال الجلد، حسن بنادي فعلا دكتور غزال للجلد. الناس ديال فاس اللي بغات تمشي لعندو، فانا ماشي كندير اشهار ولا، انا قلت لكم مشيت هذه 9 سنين، فالانسان كياخذ غير الاجر غير الله يرحم الوالدين كافيه. اللي بغى مثلا، لان راه شحال من واحد كيتعقد من الوجه ديالو انه يشوف قدام المرايا ولا يوقف قدام المرايا، من لاطخاس من بزاف ديال الحوايج، فانا تنقول لكم هاد الدكتور هذا. ولكن الدواء ديالو غالي، كان الدواء خرج ليا وقيله شي 26000 ريال ديال الدواء، 1300 درهم، ولكن ما خديتهاش من الفارماسي صراحه، خديتها غير من البارا فارماسي، طاحت عليا بشي 700 درهم، 14000 ريال. والحمد لله جاب الله النتيجه مزيانه. كيف ما قلت لكم تحرقت، كان الوجه ديالي بحال هكا، الجلده رجعت بحال هكا كحله، كنت كنقول انا بحال تنجاله، مهاد غير دويره هنا هنايا هنايا نقطه هنايا دويره ماشي نقطه وهنا. المهم هاد الدكتور هذا البنات اللي بغى يمشي لعندو فاس حسن بنادي الشريع ولا ما نعرف، ما نقدرش نقول لكم، اللي باقا عقل عليه في الموبيل ديال الحارتي، موبيل ديال الموبيل اللي فيه الدكتور الحارتي خاص بالتوليد، هادشي اللي عارفه انا، فاش كان هادشي اللي عاقله. مهم شي حاجه اخرى ما نعرفهاش، تقدري تدخلي لجوجل كتبي رقم الهاتف عياده حسن الدكتور حسن بنادي، حسن بنادي الباء بو يعني الباء والواو نا نون والالف دال الياء بنادي، هكا كتكتب. يلا البنات نخليكم مع الوصفه، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، كثرت عليكم بلا بلا بلا، سمحوا لي
عندي وصفات كثيرة غنعطيها لكم. جبت العكار الفاسي لانني واحد الوصفة كنديرها للقدام كيوليو هكا هكا غزالين بحال ديال لي بيبي، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. فغنشارك معكم وصفة ديال اليدين اللي قلت لكم، غنشارك معكم واحد الوصفة غزالة غزالة راني بديتها لولدي البارح وما سجلتش لكم من قبل، ولكن غنسجل لكم غنوريها لكم دابا. يوسف هاجا ولدي، غنوريكم في يدو شنو كينوض ليه الحساسية اللي عندي. شتي البنات يديه بجوج، درتها ليه البارح في الليل وان شاء الله غنديرها له اليوم بالليل ونعاودها له غدا. هاد الزيت هادي مخيره نشاركها معكم، وكنتمنى كنتمنى اللي جربها يدخل يخلي لي تعليق، واخا غير بالله يرحم الوالدين. يلا اخوتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مره اخرى وفي وصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم الراحه ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.